مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي الصياد اللي مكتوب باللغة الإنجليزية، ومن خلال الفيسبوك على البيج مالتنا بلاب العلاوي علي الصياد. أصدقائي وأعزائي، بهذا الفيديو البسيط حبيت أوضح لكم ثلاث نقاط مهمة تكون وقاية لطيورنا أحسن مما يمرضن ونضطر لعلاجهن، والعلاج لو ينجح لو ما ينجح. النقاط الثلاثة أنا شارحهم طبعا في فيديوهات سابقة، بس حبيت أجمعهن بهذا الفيديو للمشتركين الجدد، متابعين الجدد، الهواة الجدد في عالم الطيور كافة مو بس البلبل. طبعا ثلاث نقاط هي: أول شيء نبدي بالقفص أو المكان المناسب للبلبل. عندنا احنا القفص نوعين، قفص حديد والقفص الخشب. القفص الخشب بالشتاء يكون افضل لانه اتفى من القفص الحديد او السيم اللي مثل ما هذا واضح بالمقطع. اذا ما توفر عندنا هيك قفص، يكون الفرش اهم شيء ورق حتى يمتص الرطوبه، ويكون اكو تغليف للنايلون مثل ما واضح بالفيديو حتى شويه نمنع من تيارات الهواء اللي تجي حتى نسيطر عليه، ويكون التنظيف دائما حتى ما نخلي رطوبه الضروق تبقى الفضلات مالته تكون تكون رطوبه، وتتكون من الرطوبه هاي بكتيريا وتؤدي الى امراض البلبل. عندنا الوقايه الثانيه وهي الجو المناسب. الجو المناسب احنا اليوم خليناه بالبيت، لازم نختار مكان بعيد عن تيارات الهواء المتقلبه، يعني الجو يكون اهم شيء ثابت، ما نريد جو متغير كل شويه، يعني تنفتح الباب يجي هواء بارد او ينفتح الشباك يجي هواء بارد. هنا نقطه ضروريه احب اركز عليها، انه تختارون مكان بعيد عن فتحات الباب او الشباك حتى ما يجي تيار سريع، لان هو هذا الوحيد اللي يمرض الطيور عندنا. وبالنسبة للتشميس ماكو مشكلة، كل يومين كل ثلاثة تشمسوهن لما تكون درجة الحرارة مرتفعة بالنهار والهواء ثابت عندنا، ماكو هواء سريع متحرك بارد. عندنا النقطة الأخيرة هي الأغذية، لازم نبتعد عن الأغذية اللي بيها سوائل. أنا شارح فيديو الأغذية اللي ممكن تقديمها لطيورنا في فصل الشتاء، أرجو أن تشوفوه، وابتعاد عن الأغذية اللي تحتوي على سوائل. المي تستخدمون المشربة أفضل، ولا ترسوها، تخلون نصها فقط حتى لا تتكون بيها فطريات وطحالب تأذي الطير. إن شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتنا لكم.